قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصلت علي احداهن تقول نحن في خطر نريد ان نعف انفسنا بالسؤال ادعوا لي ادعك الله ان يسر الامور. اتصلت علي بعد حين باكيه قائله تقدم لي حافظ للقران ذو خلق وادب عظيم يشهد له القاضي والداني رده ابي قائلا انا لا احصي هذا اصنع الاحلام والله لازوجن الى قاطع قريه وشارب خمره ولا ازوجك لحافظ أفحكم الجاهلية يبقون انصحوا أبي وردوا الخطاب عني وأنا والله في خطر عظيم. كنت صغيرة في السن حين تقدم لي الخطاب فردهم أبي يريدها أن تكمل تعليمها تخرج يريدها أن تكمل الوظيفة فلا زال الخطاب يتقدمون وهو يردهم عني بلغت 30 وبدأ الخطاب يقلون عني بل ربما يتقدمون وأنا لا أعلم عنهم حتى بلغت 40 فجاءته الساعة التي لا بد أن تأتي لكل واحد من ساعات الاحتضار في تلك اللحظة تذكر الأب ذلك الظلم الذي أوقعه على تلك الفتاة فأخذ يعتذر إليها في آخر اللحظات قالت هو الحباتي أمها وكذاب وأنا بين الجدران الأربعة والله لن أسامحه مدخا ومغفورا لك والله لن أدعو لك ولن أستغفر لك وإذا وقف أنا أمام الله فسأقاتلك أمام الله حرمتني حقا من حقوقي الليالي وتعي الأماني ورود المحال وعطف الشعور يدر الدموع ويدعو غوار الأتى للاشتعال تعتبر البيوت صغر الفتيات أريدها أن تكمل التعليم والله لو تكلمت الصغيرة وما ردها إلا الحياة فقالت لأبيها أريد الزواج أن أميتها رجل صالح وبيت صغير تأوي إلى ذلك الرجل ويأوي إليها أردت ارتياد الحياة بزوج مهيض الجناح وذوق الفضال يطيب علي بعطف وحب ويقوي بي زوج الشباب مفاتح للرجل حين يتقدم اذا اتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه يتقدم الشاب اليوم فلا يسال عن خلقه فلا يسال عن دينه يقال له ابن من وممن وما هي وظيفه ووضعنا الدين في اخر الدرجات الا تفعلوا تكن فتنه لكم في الارض ولا تزال عليكم زوج الشباب بلاء المهور الاف مؤلفه من اين للشباب مئات الاف من الرياضات يسرقون ام يلجؤون الى الدين ونحن السبب دفعناهم اليه حرام عليكم اعينوا الشباب ساعدوا الشباب احفظوا الفتيات الزنا في كل مكان أبناد السفاح في كل مكان على أبواب المساجد المزابل والقمامات أعراضنا تنتهى شبابنا لا يجدون ما يجد حاجتهم